بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب دوت سبورت، أهلا بكم. أخباركم إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني وعلى طول دايما بتوحشوني، وأهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الدوت سبورت. حلقة اليوم يا جماعة عندنا كذا موضوع النهاردة عايزين نتكلم عليهم، بس قبل ما نتكلم على المواضيع ونخش في متعة المواضيع عايزين نعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن إلى كل الناس المحترمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع الأول يا جماعة اللي طالعين النهاردة بنتكلم عليه وهو تعيين رسم فهم نظمي. كابتن محمد رمضان من زمن العصر الجميل، من زمن الفن الجميل، أيام بقى كابتن محمد يوسف، محمد أبو عبد الجليل، وكابتن بقى مش قادر أقول لك من متعة زمن العصر الجميل، وتعيين كابتن محمد رمضان كمدير كرة مع مارسيل كولر، وعقوبات وأول قرارات في العقوبات، ثم بعض اللعيبة اللي دايما بتحب تسهر كتير، والكلام ده مع كابتن محمد رمضان ما يغركش اللي هو بدقن، لا ما يغركش، علشان عنده حتة شيطانة صغيرة كده في بعض اللعيبة، لما بيقلب بتبقى الترابيزة ممكن تتقلب على الكل ويبقى شكلك وحش جدا. النهاردة بنتكلم على حتة السهرات، الاستهتار، الاستهبال، الاستعباط بالنسبة للعيبة النادي الاهلي. ثم محمد رمضان بيأكد هذا الكلام، اني اول الكلام لمين؟ لامام عاشور، ثم مروان عطية، ثم الاستهتار اللي حصل في لقاء السوبر الافريقي امام نادي الزمالك، وهو رامي ربيعة اللي فعلا بيحب ينام كتير، وبعض كل الاراء واللي شادوا بهذا الكلام على حتة رامي ربيعة بعد ضربة الجزاء، ثم عمر كمال، ثم بعد القرارات المؤكدة اللي طالع بنشوفية وعصبية وضخمة جدا، ومع الأسطورة كابتن محمود الخطيب اللي بالفعل قال له أنا مديك كارت بلانش اعمل ما بدالك في حتة الغلط، لو لاعب عمل غلط يعني هيقول على نفسه الرحمن الرحيم. وأول القرارات والعقوبات اللي بيتكلم عليها كابتن محمد رمضان قعد النهاردة مع إمام عاشور منه ليه، وأكد له هذا المعلومة قدام كابتن محمود الخطيب وقال له كلمتين اتنين، لو عندك غلطتين التالتة هتلاقي نفسك بره النادي الأهلي، وأنا بأكد لك هذا المعلومة مع تقديري واحترامي لكابتن محمود الخطيب، علشان معايا شكل وكيان وطعم تاني خالص مع النادي الأهلي مع كابتن تعيين كابتن محمد رمضان بقرار من كابتن محمود الخطيب. موضوع تاني اللي بنتكلم عليه وهو ايضا موضوع الاعلام اللي تعيين النهارده بنتكلم عليه ايضا تاني، وتصريحات ايضا نبيل عماد دونجا وحمزه المسلوسي وناصر منسي، والناس بتتكلم في حته الاعلام، بيقول لك ان نادي الدوله اللي هو نادي الاهلي، نادي الاهلي الاعلام كله مع النادي الاهلي. طب ما انت النهارده طالع بتتكلم، وبعض الاحتفاليه اللي انت مازال مستمر فيها حتى الان، طالع يوم الاحتفالية مع حمزة المسلوسي، منسي، مع نبيل عماد دونجا، مع ياني اللي مش هتتغير ابدا شكلها كده، هي دي اللي عملت ترند. لكن انا بقول لك والاعلام بيتكلموا في حتة الاعلام كله مع النادي الاهلي، طب ما انت بتتكلم مع حتة فوز السوبر الافريقي وبتتكلم وبتقول الاعلام مع النادي الاهلي، ده نادي الاهلي الدولة، ده نادي الاهلي مش عارف ايه، كل الكلام ده. والاعلام مهما نتكلم عليه الاعلام هيجيب كل شيء متأخر جامد جدا، عشان الإعلام هيبوظ الكرة المصرية. وبصراحة الإعلام شد حلو قوي، إذا كان بقى في حتة مود السوبر الأفريقي مع الاحتفالية مع 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 الكلام ده كله. وأنا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي، النادي الأهلي لما بيقع في بطولة وبتروح منه الطولة بيسد قدامها 10 وربنا ينصر في اللي جاي. قالت وهو صفقة بعد ما كانت مقفولة اتفتحت تاني، علشان زي ما قلت لكم نادي الزمالك واخد 2 مليون دولار، اصبح 20 مليون دولار على جنب، والمليون الثاني ممكن يجيب له صفقتين ثلاثه، والمفاوضات تفتح او المفاوضات من جديد مع صديق اوجولا لاعب سيراميكا كليوباترا اللي داخل بقوه فيها كابتن حسين السيد، ايضا كابتن هاني بيرزي، ايضا احمد سليمان، ايضا صديق اوجولا من اللعيبه الجيدين جدا 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 اللي مرحب جدا بالانضمام لنادي الزمالك. الموضوع الاخير وهو موضوع كابتن حسين لبيب، انا ما بحبش اطول عليكم عشان انا ما بحبش اهري كتير زي بقيه الاعلام والميديا، ما بحبش اهري كتير، هما كلمتين ثلاثه
وكان الله سليما العليم، يعني صدق الله العظيم بمعنى الكلمة. كابتن حسين لبيب قال لك القلعة البيضاء من هنا ورايح مش هتسيب بطولة في تصريحاته. ثم أي حد يقف هيجي على خطنا أو هيجي على سكتنا هيتفرم. يعني بمعنى الكلمة كده كابتن حسين، أنت بتقول لأي حد اللي هنلمحه وهنمرجحه، مش هو ده وجهة نظرك؟ اللي هنطوله هنزرفوله، مش هو ده وجهة نظرك؟ وأنا بقول لك خدها مني بضمان التعليق العربي، زي ما أكدت في هذا المعلومة دلوقتي، النادي الأهلي لما بيقع في بطولة بيسد مكانها 10 وبتبقى ليلة كوبيا، وربنا يستر في اللي جاي بالنسبة للنادي الأهلي بعد قرارات كتير لكابتن محمد رمضان مع كابتن محمود الخطيب مع الدنيا كلها في وقت التغيير، هيبقى النادي الأهلي وش تاني خالص. بس بتمنى من الله يكون الفيديو عجبكم. قبل ما اقفل معاكم يا ريت تعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس ونوصل الفيديو بإذن الرحمن لكل الناس المحترمة. انتظروني في كل يوم فيديو جديد من ملعب الدوت سبورت. بحب شهر كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.